زي ما تابعنا مع حضراتكم خلال هذا التقرير، منصة مصر الرقمية بوابة الحكومة المصرية هي منصة بتسهل على المواطنين إنجاز خدماتهم الحكومية أونلاين بمنتهى السهولة واليسر، وبتقديم الحقيقة يمكن خدمات حكومية رقمية مختلفة ومتنوعة زي ما تابعنا مع حضراتكم. ده حقيقة جمانة، بنتكلم على أكتر من 18 ألف مبنى حكومي تم ربطهم بشبكة الألياف الضوئية في يعني شبكة إنترنت حكومية خالصة للتسهيل واليسر على المواطنين طالبي الخدمات الحكومية تحديدا. وبنتكلم على 18 ألف مبنى حكومي، ربما ده هو البداية، لكن ما زال منصة مصر الرقمية بتحمل الكثير من الخدمات والكثير والكثير من أجل يعني إراحة المواطن المصري تحديدا والتحول إلى الرقمنة، زي مثلا بنتكلم على الأحوال المدنية، التموين والتوثيق والشهر العقاري وخدمات قضائية وغيرها من الخدمات الحكومية عن طريق المنصة الرقمية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المنصة وكيف استعدت مصر للتحول الرقمي خلال العشر سنوات الماضية، من خلال الدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، ضفنا العزيز في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح النور على حضرتك وعلى المشاهدين الكرام جميعا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. زي ما تابعنا من خلال هذا التقرير واحنا بنتكلم على بوابه مصر الرقميه، كل هذه الخدمات اللي بتقدم للمواطن المصري، في وقت من الاوقات كانت كل خدمه من دول فقط كانت بتستلزم ايام كتير جدا عشان نقدر ان احنا نحصل عليها، واوراق من هنا واوراق من هنا، وكانت قصه كبيره جدا وكانت الحقيقه مهلكه جدا. بس واحنا بنتحول لهذا التطور الكبير، أكيد كان في عوامل تانية كان لازم الأول إن احنا نحرص على وجودها عشان نقدر نوصل لده. فخليني أعرف من حضرتك أهم هذه العوامل. بصراحة يعني بداية حضرتك بداية مهمة قوي إن احنا نبدأ بيها، لأن الناس بتشوف الجزء الأخير اللي هو مهم قوي طبعا بالنسبة لهم، لأن هو ده اللي بيمسهم طبعا، وهم لمسوا ده. ما فيش حد في مصر كلها ما لمسي اليسر اللي بقى موجود الفترة اللي فاتت في أي حاجة بيحاول يقضيها في مصر. لكن أهم من ده القصة إزاي أو بدأت إزاي أو إيه هو التحول الرقمي اللي مصر فيه دلوقتي. التحول الرقمي مصر لما بصت له بدأت صنفت الدنيا أنها محتاجة ثلاث حاجات مهمة أوي. محتاجة بنية تكنولوجية قوية أوي تقدر تعمل ده وتحقق ده، محتاجة عناصر بشرية متداخلة في المنظومة دي، محتاجة المحتوى اللي هيتحط الرقم اللي هيتحط على ده سواء كان برامج او معلومات. صحيح. فدول ثلاث حاجات اتبدا بيهم. البنيه التكنولوجيه التحتيه اللي حضراتكم اشرت ليها، واستاذ احمد بدا وقال ان الجزء دلوقتي شبكات الالياف الضوئيه الرهيبه اللي لفت مصر كلها واللي وصلت لحد القرى المصريه في مشروع حياه كريمه اللي كان مؤخرا، مش بس المدن الجديدة أو المدن التقليدية، لا ده كل مصر كلها بنجوعها وصل لها كابلات الألياف الضوئية. مع الكابلات دي في عندنا مراكز البيانات، ومراكز البيانات دي حاجة مهمة جدا، وعندنا مراكز بيانات تشرف ضخمة بقى لها رانك على مستوى الشرق الأوسط كلها، لها ترتيب محترم جدا. آخرها المراكز البيانات القوية جدا اللي اتعملت في العاصمة الإدارية الجديدة اللي احنا ممكن تشيل مصر حتى سنة 2050. يعني ده حاجة لزمن اللي بعد الزمن. ومش بس كده، ده احنا بقينا البوابة اللي المنصات العالمية بتجي لها، زي اللي في برج العرب، جوجل بقت مستضافة في برج العرب دلوقتي وي لأن الكابلات البحرية كلها مصر بوابة الجزء اللي رايح لآسيا والجزء الأوروبي المواجه ليه. فده مهم قوي، البنية التحتية أو البنية التكنولوجية، كابلات ومراكز بيانات، وكل حاجة من دول فيها تحدي. التحدي في دولة ان الكابلات دي عمالة تيجي اجيال ورا اجيال تتطور جدا. شبكات المحمول، ما هي دي بنية تحتية تكنولوجية. صحيح. اللي طلعنا من 3G لل4G وبنستعد لل5G دلوقتي كمان. الجزء اللي بعد كده العناصر البشرية. جت مصر وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات مع وزارة التخطيط حطوا مجموعة مشاريع. بدأوا بأشبال مصر الرقمية. الولاد الصغيرين اللي هيبدأوا يشتغلوا عليهم من سن صغير يجهزهم رقمي ازاي. بدأوا من سن 10 سنين لسن 16 سنة عملوا لهم مشروع لهم اسمهم أشبال مصر الرقمية. بنات مصر المشروع اللي فوقيه خدوا الناس اللي عايزين يبدأوا في تخصصات غير تكنولوجية ازاي يعملوا لهم تحويل تدريبي لأنهم يعرفوا تكنولوجيا
عشان دول اللي هيتعمل. كل دي منح مجانيه، كل دي مجانيه تماما من الدوله. وبداوا على القطاع الحكومي نفسه، عملوا مشروع لتحويل القطاع وتدريب القطاع الموظفين اللي في الدوله كلهم ال 5.4 مليون، عملوا لهم مشروع تدريب تحويلي ازاي يحطوا دولت على اول الطريق. بعد كده الجزء اللي هيتحط على الشبكه الرقميه دي، الجزء ده ايه؟ يا معلومات يا برامج. صحيح. بناء البرامج اللي اتعملت دي كلها اللي هتبدا شايله كل خدمه من الخدمات اللي حضراتكم ذكرتوها في تقاريركم النهارده، دي برمجه، برمجه على مستوى كبير جدا. ومش بس برمجه، هو النهارده حضرتك عشان تعمل سجل مدني ولا تعمل شهر عقاري، هو البيانات القديمه اللي موجوده دي كلها حضرتك لما حطيتها مش دي معلومات؟ كانت لازم السيستم يقوم بيها الاول. ده فكره الارشيف. بالظبط. فلازم كل القديم اللي كان ورقي يتنقل يبقى محتوى الكتروني على الاجهزه دي كلها. حضرتك النهارده عشان تدخل خدمه وتطلع وثيقه زواج، لو واحد متزوج سنه 98 99 2000 هنجيب معلوماته كانت ورقيه، لازم النهارده تتحول تبقى رقميه. فحصل جزء صعب جدا وهو تحويل كل المحتوى الورقي الى محتوى رقمي. طب فكره يا دكتور تحويل محتوى ورقي لرقمي، ده في العادي بالشكل التقليدي او الطبيعي بيستغرق وقت قد ايه علشان خاطر يتم، يعني خلينا نقولها بشكل بسيط كده، يتم رفع دوله بالكامل الداتا بيز بتاعتها على سيرفر؟ ده بياخد وقت قد ايه؟ هل العشر سنين تكفي؟ ودوله تعدادها قد ايه؟ فوق ال 100 مليون مواطن. تمام. وتداخل البيانات نفسها. بالظبط. النقطه الثانيه حضرتك تفضلت بجزء مهم قوي، هو بيان حضرتك بيان واحد اللي موجود في الاحوال المدنيه؟ لا، ده حضرتك ليك بيان في الاحوال المدنيه، لو حضرتك ليك ممتلكات ليك بيان، لو ليك عربيه ليك بيان، في لو ليك علاج طبي ليك بيان، تامين صحي، كل دي بيانات. دكتور انا بدخل على مصر الرقميه، دخلت في تجربه كده وكتبت بس مجرد اسمي ورقم البطاقه، رقم القوم، انا جاب لي كل حاجه. بالظبط. يعني جاب لي انا عندي ايه وكان عندي عربيه قبل كده ايه ومش عارف ايه وبعتزق. ده اسمه ايه بقى؟ ده علم اسمه جي تو جي، جفرمنت تو جفرمنت، حكومه لحكومه. يعني ايه؟ يعني حضرتك النهارده لو رايح تعمل حاجه في وزاره الصحه وليك بيانات موجوده في وزاره الداخليه اللي هي بيانات الرقم القومي، مفيش داعي انك تروح تجيب اثبات من هنا. لو حضرتك عايز تاخد شقه والشقه دي في الاسكان وتستدعي ان حضرتك تكون متزوج، مفيش داعي ان تروح تجيب ما يثبت هذا. دي الدوله بتكلم بعضها على شبكه واحده. فده المهم من ده، عشان كده حضرتك لقيت بياناتك متجمعه مع بعض. صحيح. فده وده كمان موجود على المستوى الاستثماري، اسمه بي تو بي بقى مش جي تو جي، بزنس تو بزنس. ان انا وفي بي تو جي البيزنس تو جفرمنت، كل ده حاجه مهمه جدا. وده يفتح لنا باب غايه في الاهميه، ان التحول الرقمي مش رفاهيه ولا ينحصر في توفير وقت المواطن والخدمه اليسيره اللي ده تحقق بالفعل واللي ده مهم جدا. صحيح. لا، ده له مردود اقتصادي غير طبيعي، ده له مردود في حط وتخطيط سياسات الدوله ومشروعات الدوله بشكل غير طبيعي. هو حضرتك النهارده لو عندك الدوله موجوده مرقمنه، الاحصائيات اللي هتطلع منها هتطلع بيسر وسهوله ولا لا؟ صحيح. طب الاحصائيات دي مش هي اللي بناء عليها بيتاخد دعم قراره؟ اتخاذ القرار. دعم القرار واتخاذ القرار ده هو مش جزء من سياسات وتخطيط الدوله؟ ده جزء مهم. الحاجه الثانيه حضرتك متخيل كده العالم ده اللي حضرتك بتشوف كل الاجيال الجميله واجيال الشباب اللي حضراتكم منها، اللي النهارده يدخل عشان يعمل اي حاجه بيبدا بجوجلت، بيدور على كل. صحيح. حاجه في الدنيا بيانات الرقميه. حضرتك لو نزل تتفسح بقيت تدور على ده، تخيل لو سايح جاي من دوله ثانيه هيدور على ده، مستثمر هيدور على ده. فوجودك على الساحه الرقميه وبياناتك اللي موجوده مرقمنه دي هي اللي هتجيب لك السايح، هي اللي هتجيب لك المستثمر، هي اللي هتعرف الناس ان خدمات البنوك ايه. لو عند حضرتك شركات شحن ومفيش تريسنج ومفيش تتبع والكلام ده، من غير بنيه رقميه هتشتغل؟ لا طبعا. لو في عند حضرتك حاجه عايز تصدرها لبره وعايز تعرف بالمنتج ده من غير ما يكون لها محتوى رقمي وتسويق الكتروني، فبقى لو في سياحه موجوده ومش عايز تعمل خريطه رقميه وخريطه سياحيه رقميه، خريطه معلومات جغرافيه، كل الحاجات دي ما بقتش رفاهيات دلوقتي، بقت مهمه جدا. فالتحول الرقمي شيء حيوي جدا، عشان الدوله عشان كده الدوله انفقت عليه في العشر سنوات السابقه انفاق غير طبيعي، لانها عارفه اهميته، يا اما حياه لكل الانشطه الاقتصاديه. صحيح. اللي موجوده في مصر، يا اما لا ما عداه. فعشان كده الدوله اولته اهتمام شديد جدا. وطبعا ضافت لده كمان
اعداد بقى الكوادر المبرمجين. دي بقى النقطه اللي كنت عايز اسال حضرتك عليها يا دكتور اسامه، بما انك كمان عميد لكليه الذكاء الاصطناعي بجامعه المنوفيه. يمكن احنا بالنسبه لنا هنقول هو ايه اللي حصل، ما احنا طول عمرنا عندنا كليات حاسبات وذكاء اصطناعي يعني موجوده، التخصصات دي بالفعل موجوده، لكن حصل طفره نوعيه الحقيقه ونقله نوعيه في عدد التخصصات دي وعدد الكليات دي اللي موجوده، يمكن حتى تم ادخال تخصصات جديده في الكليات المصريه وفي الجامعات المصريه. فكره اعداد هذه الكوادر عشان نقدر ان احنا نشتغل او نشغل هذه المنظومه الكبيره اللي حصلت، مصر عملت فيها ايه؟ واحنا بنتكلم في وقت زمني يعني بالنسبه للانجازات على مستوى الاوطان والدول لا تذكر، المده الزمنيه نفسها بسيطه جدا. سؤال حضرتك جميل قوي، لان دي حاجه اللي اسمها الكوز افكت، يعني ايه؟ عارفه السبب والمسبب والمسبب اللي يعمل السبب. البنيه الرقميه الجميله اللي حصلت في مصر دلوقتي وخدمات الانترنت اللي بقت موجوده والاستضافه السحابيه اللي بقت موجوده جوه مصر دلوقتي خلت التخصصات اللي خاصه بالحاسبات وتخصصات الذكاء الاصطناعي ان مصر بقى لها رياده على مستوى كل الدول العربيه دلوقتي. تخيلي حضرتك النهارده لو في دوله من الدول العربيه الشقيقه اللي موجوده عندنا وعايزه تعملي خدمات برمجيه، كان زمان الاستعانه بالهنود وكل الناس عارفه عفوا ان الهند متطوره جدا طبعاً. في الجزء صحيح. لما بداوا يلاقوا ان المبرمج المصري متفوق جدا جدا، شوف انا بقول حضرتك جدا، على نظيره اللي من الهند في شكل البرمجه وشكل المخرج اللي موجود، وكمان انا بعرف اكلمه واوصل له اللي انا عايزه باللغه الطبيعيه اللي بينا، ما هو ده بيتكلم عربي وده بيتكلم عربي، والخدمه بتقدم بسعر اقل، لان دي من النقط المهمه جدا بالظبط، وانا قادر اشغله كمان وهو قاعد جوه مصر عشان مصر بقى فيها بنيه رقميه قويه جدا، فقادر النهارده كم المبرمجين اللي بيشتغلوا من جوه مصر لكل الدول العربيه رهيب. دي حقيقه. المجموعه دي بتدخل عمله للدوله قد ايه؟ حاجه محترمه جدا. الشباب دول دلوقتي مش هم القائمين على تشغيل المنظومات اللي موجوده جوه مصر؟ صحيح. تأتمني مين؟ ولاد بلدك على بيانات بلدك ومعلومات بلدك وعلى تأمين بيانات بلدك، ولا حد غريب شركات؟ اولاد بلدي. لا، اولاد بلدك. فده امان، امان قومي وامن قومي. النقطه الثانيه بقى المتطلب للعدد ده كبير جدا. صحيح. جدا، والبدء بيبدا يشتغل، اعتقد العائد منه كمان كبير، يعني العائد المادي منه على هؤلاء الشباب كبير، فرصة جداً. عمل محترمة جدا. طيب. شركات الانترناشنال اللي مقرها في أوروبا عفوا لما بدأت فتحت هنا في مصر دلوقتي عندنا عدد ضخم جدا، أنا مش عايز أعمل دعاية بقى، من الشركات اللي قائمة على أنها تعمل برمجيات السيارات وبرمجيات الكذا، كلها شباب مصريين شغالين من جوه مصر، الشركة الأجنبية بتدفع لهم مرتباتهم وهم مقيمين جوه مصر. صحيح. ليه؟ لأن بقوا قادرة تشغلهم في البنية الرقمية الخصبة اللي بقت موجودة جوه مصر، وعارفة أن مستوى المبرمجين المصريين بقى كويس جدا، بقى عندنا المعهد القومي للاتصالات والمعهد المعلومات والتكنولوجيا للاتصالات اللي تابعين لوزارة الاتصالات المصرية اللي بيدربوا الشباب دول مجانا وبيأهلوهم لسوق العمل العالمي ده دلوقتي بشكل كويس جدا في الامبيدد سيستم وفي الارتفيشال انتليجنس وفي كل ده، مع وجود كوادر قادره تطلع من كليات الحاسبات وكليات الذكاء الاصطناعي اللي استحدثت في الاربع خمس سنوات اللي فاتت، فبقى عندنا مخرج قوي قادر ينافس، حاطط نفسه على الساحه بقوه، مش بس على مستوى الدول العربيه بس على مستوى الدول الاجنبيه. نعم. كمان بقى موجود. طيب دكتور اسامه، يعني في الحقيقه احنا بنتكلم على تدريب وتاهيل لكوادر، هذه الكوادر يعني بمجرد تمكينها بتخفف من خلال الخدمات اللي بتقدمها للمواطنين المعاناة التي كان يعاني منها المواطن في الماضي من خلال هذه الخدمات. لكن في الحقيقة هي مبادرة مصر الرقمية هي مبادرة أبعد ما يكون من منصة خاصة بتقديم خدمات حكومية فقط. مزبوط. فعاوزين نعرف من حضرتك ماذا ستقدم في المستقبل بوابة مصر الرقمية للمواطن المصري؟ بص حضرتك، احنا قدام شويه بوابه مصر الرقميه دي من خطه الدوله فعلا اللي انشات كليات الذكاء الاصطناعي، عشان انها اما يبقى عندك بيج ديتا، وده علم اسمه البيج ديتا اللي هي البيانات الضخمه، علم كده موجود بقاله 10 سنين تقريبا، يعني العلم ده دلوقتي بيشتغل عليه حاجات جديده، علوم جديده اسمها داتا ساينس وداتا مايننج او تنقيب في البيانات وعلوم البيانات. لما يبقى عندك بيانات ضخمه بالضخامه دي موجوده لمصر، لولاد مصر، سواء كانت صحيه سواء كانت اجتماعيه سواء تقدر تحدد اولوياتك، كل ده لما تنقب فيه وتبدا تطلع منه
اتجاهات الشارع ايه، احتياجات الشارع ايه، صحية طبية اجتماعية نفسية علمية، هتدخل لمفهوم جديد اسمه. يعني احنا ممكن نشوف يا دكتور الموازنة العامة للدولة مرتبطة، مربوطة بده، قايمة على ده، قايمة على ثلاث مفاهيم. ازاي تحقق له الصحة، لان دي الكنز ودي اغلى حاجة في الدنيا. صحيح. تعليم، بانك انت عامل تنقيب على مجموعة الامراض وارتباطها ببعضها والكود المصري للامراض والكلام ده كله. الحاجة الثانية ازاي تقدم له دخله وخدمات اللي هو عايزها بشدة دلوقتي، فتدي له اللي بيلمسه، لانك بدات تدرس احتياجاته طبقا لتحليل البيانات اللي عندك. صحيح. الحاجه الثالثه ازاي تدي له سعاده، ده المفهوم الاعلى اللي هو مفهوم تحقيق السعاده، ازاي تبسطه لانك بقيت عارف هو نفسيا عامل ازاي، وده القمه بقى، قمه الهرم في قصه. خلاص انت وصلت لمستوى رفاهيه كده بالظبط. وعلى فكره السعاده ساعات مفهومها مش رفاهيه بس، هو انت ما فيش حاجات بتسعدك غير الماده، غير ماديه جوده الحياه بشكل عام بالزبط. وده اللي دائما ما يؤكد عليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ إعلان وإطلاق مبادرات حياة كريمة وتكافل وكرامة وما إلى ذلك. فكرة جودة الحياة المواطن المصري، أدمية الحياة، العيش بكرامة في بلده بالزبط. اللي بيساعد كمان في يعني الهوية المصرية، تعزيز الهوية المصرية، ومرة تانية نبني جسور التواصل اللي على مدى يمكن سنين كتير كان عندنا مشكلة فيها، مشكله حقيقيه فيها. يمكن انا بشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا دكتور اسامه عبد الرؤوف عميد كليه الذكاء الاصطناعي بجامعه الملوفيه، نورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا لحضرتك للاستضافه. تحدثنا في ملف او عن ملف الرقمنه والميكنه والتحول الرقمي بشكل كبير جدا يا احمد، يمكن تكلمنا عن بعض الملفات في هذا القطاع. صحيح، لكن احنا قررنا في صباح الخير يا مصر ان احنا نغوص في ملف الرقمنة وكيف أصبحت الدولة دولة رقمية، دولة تقدم خدمات كثيرة وعديدة للمواطن المصري في الجمهورية الجديدة. عشان كده خلصت حلقتنا النهاردة في صباح الخير يا مصر بسبب انتهاء الوقت المقرر لنا، لكن ملف الرقمنة ما زال مطروح وما زال مفتوح في صباح الخير يا مصر، وغدا أيضا سوف نتحدث في ما تقدم التكنولوجيا للمواطنين.